والله استعدينا لسه أول معسكر بتركيا، كان الأغلب من الجانب البدني والمهاري، وبدينا طبينا بالتكتيك، بس ما أخذنا اختبار حقيقي في المباريات التجريبية، يحتاج لنا مباريات أكثر. المدرب طبعا عنده فلسفة مغايرة عن المدربين السابقين اللي أشرفوا علينا، فيحتاج وقت لنستوعب فلسفته وندرك ما هو يريد يعني من عندنا تقريبا. والله هم دا يتعاملون باحترافية، دا يكون انه داخل الملعب يكونون صارمين يسعون انه نقدم ما اللي هم يريدوه، وخارج الملعب دا يكونون كان منا مثل الأصدقاء والأخوة. طبعا من ناحية اللياقة هو دا يكون انه متخصص بهذا الشيء، دا يعطينا تمارين حديثة، يعني ده نلاحظ شو اسمه انه الفريق يوم عن يوم ده يصعد، اللياقه ده تصعد بشكل كبير. والله هي بطوله قويه راح يشارك بها احسن فرق اسيا، وراح يكون اضافه الى ليتوانيا وكندا، راح تكون بطوله قويه، بطوله راح يكون ضغط المباريات بها بشكل كبير، 9 مباريات ب9 ايام. راح نحاول نستفاد من هاي البطولة اللي تكون انه تحضير جيد لنهائيات آسيا.